ليبيا يؤخم اسمي عبد الرحيم حميد من مدينه ادلب، عائلتي مؤلفه من خمس اشخاص، نشكر الحكومه الالمانيه على تقديم المساعدات للشعب السوري. حياة صعبه بسوريا جدا، قصف طيران اكثر لحظات حملت اولادي نتيجه قصف الطيران فوقي وسوء تصرف ما بعرف شو بدي اتصرف، لحظات عصيبه جدا جدا. منظمات إرهابية بشكل عيشة لا تطاق في سوريا. أكثر أمل تمناه لما صار اتفاق إنه على أساس تهدى الحرب وكنا متوقعين إنه تهدى في فترة قليلة جدا. أكثر شغلة كمان فرحنا لما الحكومة الألمانية دائما بالإعلام إنه تساعد الشعب السوري ودائما بكل موقف تكون بجانب الشعب السوري. ونتمنى أن يسمحوا لنا أن على بأمان للدولة الألمانية